ايه رأيك في الكتب وفي الكتاب اللي مشاركين السنة دي في المعرض، وايه اهم الاصدارات من وجهة نظرك المشاركة في المعرض السنة دي؟ يعني انا ببقى شايف ان الاحداث الثقافيه او الفعاليات اللي بيقدمها معرض مكتبه اسكندريه بتبقى من اهم الحاجات اللي بتبقى موجوده او اللي بيبقى مستنيها القضاء بشكل سنوي، لان الكتب بتبقى موجوده اغلب السنه، ما بيبقاش يعني دور النشر مش بتبقى مركزه على اصدار كتب جديده بشكل كبير خلال معرض مكتبه اسكندريه بقدر اهتمامها بالمشاركه نفسها وانها تبقى متواجده مع القراء سواء من اسكندريه او محافظات الوجه البحري. حلو. انا شايف ان مثلا في مكتبه اسكندريه قدشنوا خلال الدوره دي جائزه مكتبه اسكندريه للقراءه، ودي من الحاجات المهمه جدا جدا المهم جدا اي قارئ يتعرف عليها ويحاول يشارك فيها، ويكون فيها جوائز ماليه كمان مميزه جدا. حلو. المركز الاول مثلا هيكسب 50,000 جنيه. كمان من الحاجات المميزه اللي تم تدشينها خلال الدوره دي هو سلسله عارف، وهي سلسله الكترونيه بتعرف القراء والمهتمين بالادب والثقافه على ابرز الاماكن والاحداث التاريخيه اللي موجوده بمصر. في كمان ندوات موجوده كتير في المعرض السنه دي، هتلاقي ندوات عن الكتابه التاريخيه، ورش عمل عن الذكاء الاصطناعي، وكمان في فنانين هيكونوا موجودين زي الفنانه مي كساب ليها ندوه، وصناع مسلسل جودر هيبقى ليهم ندوه، مسلسل او فيلم رفعت عيني من السماء برضه هيبقى ليهم ندوه خلال المعرض. فالفعاليات الثقافيه اعتقد هي البطل السنه دي في معرض مكتبه اسكندريه دوري الكتاب.